أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضورنا المبارك مع حفظنا لألقابكم وجليل مقامكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء أود أن أقدم الشكر والامتنان للعتبة العباسية المقدسة على إقامة هذا الأسبوع الدولي المبارك الذي قلما يعني نجده في يعني كحضور نوعي وكمي كذلك، وتناوله للأئمة المعصومين سلام الله عليهم جميعهم، وتعدد المسارات الفكرية والثقافية التي تختص بحياتهم. فأستطيع القول أن بمجموع هذه المؤتمرات نستطيع الخروج بموسوعة فكرية ثقافية علمية تخص حياة أهل البيت سلام الله عليهم، ونخرجها للآخرين للتعريف بهم. أما عنوان البحث فهو الإمام المهدي سلام الله عليه في تفاسير أهل السنة الدر المنثور للسيوطي اختيارا، ولعل أهمية البحث وركائزه تتضح من خلال المفردات المكونة له. فالإمام المهدي سلام الله عليه، ولعلي أتكلم سريعا حفاظا على الوقت وكثرة المطالب فعذرا، الحمد لله. فتعد قضية الإمام المهدي أو تعد قضية الإمام المهدي سلام الله عليه من الركائز المهمة والعقائد الأساسية في الديانات لا أقل السماوية منها كاليهودية والمسيحية والإسلام بشكل أخص، وإن اختلفت في المسميات، فقد كما أشار من سبقني من الباحثين تأتي المخلص والمنجي، أو تكون المهدي والقائم والمنتظر وغير ذلك، لكنها تتحد في جميعها بالصفات العامة والأحداث التي قد ترافق الظهور المقدس في نهاية الزمان، بأنه سيقيم العدل والقسط ويظهر في آخر الزمان أو في آخر الزمان. ولعل هذا الاتفاق ناتج من أمرين: الأمر الأول هو الموروث الديني لتلك الديانات أو الشرائع من طريق كتبهم السماوية أو عن طريق الأنبياء أو الصالحين والأوصياء، هذا وهو المرتكز، أو قد تكون عن طريق ثاني وهو العقل الحصيف والفطرة الإنسانية. فبعض أشار أحد أساتذة الحضور بأن جناب الدكتور لعله قال أنه اللادينيين واعتقادهم بالإمام المهدي سلام الله عليه. فالفطرة الإنسانية والعقل الحصيف لا يقر بأن الإنسان إلى أن يفنى سيسود الظلم والجور إلى النهاية، وأن الحق لا ينتصر في يوم من الأيام. فتسأل أي إنسان أنه أي إنسان الحق ينتصر، يقول الحق ينتصر ولو بعد حين. فهذه فطرة إنسانية إضافة إلى ما ورث من يعني العفو ما ورد من موروث ديني وروائي في تلك الديانات. وقد ناقشت الروايات التفسيرية وألقيت الضوء عليها، ولم أتناولها من جانبها ومظانها الروائية اللي يعني الموجودة فيها، وذلك لأهمية المرويات التفسيرية. فالروايات التفسيرية لها أثر كبير في الجانب القرآني، من ناحية أولا كشف المعاني الغامضة للآيات القرآنية، فتكون قرينة مبينة للمعنى الغامضة والدقيقة وغير الواضحة، أو قد تكون مرجحة لأحد المعاني المحتملة، أو قد تكون صارفة لأحد المعاني غير المحتملة. وكذلك تدخل في جانب أسباب النزول الروايات التفسيرية، ولها جانب مهم كذلك في إبراز المصادق، خصوصا في أسباب النزول وما ذكرناه إبراز المصادق. فهنالك بعض الآيات التي بلحاظها العام أنها عامة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، تأتي الروايات تصرح بأنه الإمام المهدي سلام الله عليه، وهذا متفق بين المسلمين. فتكون الرواية مشخصة لذلك العام، فالرواية التفسيرية لها أثر كبير
خصوصا يعني قد تكون الرواية في مظانها ومصادرها الروائية أشبه بالحبيسة إن لم تستثمر وتطبق في مجالها كالفقه والأصول والعقائد، وكذلك الجانب التفسيري. والجانب التفسيري له أثر كبير لأنه يتعلق بالقرآن الكريم، فيكون هنا تطبيق القرآن الثقل الأكبر مع الثقل الأصغر والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يعني مرويات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والعترة الطاهرة. وقد اخترت الدر المنثور للسيوط اختيارا لعدة أمور. الأول، السيوطي له باع كبير في يعني في العلوم، قد لا نجد علما لم يؤلف فيه، قد ربت مؤلفاته عن يعني ما يقرب من 576 كتابا كما أحصاها حاج خليفة في كشف الظنون، وأوصلها بعضهم إلى 600 مؤلف، وهذا يدل على اطلاعه الواسع وموسوعيته. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أنه اتخاذه المنهج الروائي البحث في تفسير القرآن الكريم، فيذكر الآية ثم يورد الروايات المتعلقة بتلك الآية ولا تخضع للاجتهاد الشخصي والتعقيبات. ومن المهم كذلك في اختياري للسيوطي هو تأليفه مؤلف خاص في الإمام المهدي أسماه العرف الوردي في أخبار المهدي، ولعله يعني لم يطلع عليه كثيرون. العرف الوردي في أخبار المهدي يعني أورد فيه ما يقرب من 250 رواية تخص الإمام المهدي، ومن عنوان هذا الكتاب يعني يتضح أنه العرف يأتي بمعنى لا أقل معنيين، المعنى العرف اللي هو الأعلى كعرف الديك كما نقول وهو أعلاه، أو العرف بمعنى الشذا والعطر، أي المعاني الروايات العالية الإسناد والشريفة في هذا الباب. فهذا ما جعلني أخذ تفسير الدر المنثور للسيوطي. واللطيف في كتاب يعني العرف الوردي، كان المحقق من النواصب ويعني مبغضي أهل البيت، وإن يعني عادة الروايات وما تواتر من الروايات يجعل حتى الحاقد يقر، يعني لا يستطيع أن ينفي، لذلك نقول متواتر عن النبي، يقر به شاء من شاء وأبى من أبى. فقضية الإمام المهدي متسالم عليها قلنا في الديانات فضلا عن الدين الإسلامي. فيقول المحقق: اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت النبوي يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية، يسمى بالمهدي، ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة إلى آخره. ويقول أو عن عيسى عليه السلام: أو ينزل معه فيساعده على قتله، أي قتل الدجال، ويأتم بالمهدي في صلاته. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بظهور وخروج المهدي الفاطمي المنتظر، ولدي شواهد كثيرة في هذا الباب. ولعلنا لو تتبعنا الأخبار الواردة وما ذكره السيوطي في ما يخص الإمام المهدي سلام الله عليه نجدها على ثلاثة محاور. الأول، ما يتناول شخصه الكريم من ناحية اسمه ونسبه، ومن ناحية لقبه اللقب، ومن ناحية أنه من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله. نأخذ نماذج على عجالة. الأحاديث التي صرحت باسمه في قوله تعالى حينما أورد قوله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. يورد ما أخرجه عن ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والحاكم قال عن الترمذي والحاكم وصححها عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل مني أو من أهل بيتي. وفي لفظ: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه
اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجبرا. في بعض الروايات وجدتها كذلك نقلها السيوطي: واطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. وهذا رددته في البحث بمصادر من عندهم، ووجدت الخلاف في هذا يعني بين الإمامية والمدرسة الأخرى ينصب على أمرين. الأمر الأول هو الولادة، أنه لم يلد ونحن نقول يعني لم يولد ونحن نقول قد ولد. والأمر الثاني هو هذا، أنه اسم أبيه على اسم أبي رسول الله أي عبد الله. وهذا رددته في البحث، فأثبت ولادته كثير من العلماء. وولادته حينما تثبت من طريق الحسن العسكري سلام الله عليه، فبالتالي تنفى مسألة أبيه عليه السلام أنه ليس عبد الله. منهم ما نص عليه الصفدي في وفيات الأعيان، والسمرقندي في تحفة الطالب، وابن عماد الحنبلي وشذارة الذهب للقرماني وفي أخبار الدول والآثار، وابن عنبة في عمدة الطالب، والزركلي في الأعلام، وغيرهم كثير. هذا الأول ما صرح باسمه. أما ما ورد في لقبه عليه السلام بلفظ المهدي، نقل سيوطي حديث كثيرة في ذلك، منها ما أخرجه أبو داود فلان فلان عن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المهدي من عترتي من ولدي فاطمة. ولعل ما ينقله في تفسير قوله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف، مما أخرجه عن ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أصحاب الكهف في هذه الآية أعوان المهدي. أصحاب الكهف أعوان المهدي، إشارة إلى الرجعة. ما فهمته من هذه الآية حينما ساق قوله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف، أورد هذه الرواية أنها أصحاب الكهف أعوان المهدي. فقد يحتمل كفهم أنه أصحابه عند الرجعة، وإلا ما هو وجه أن يكون من أصحابه. أما ما يدل على أنه من عترته، فقد أخرج عن ابن شيبة عن ابن سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج رجل من أهل بيتي عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن، يكون عطاؤه حثيا أو حثيثا. وهنالك نتائج وتوصيات إن شاء الله موجودة في البحث، وعذرا إن أطلت وأزعجتكم، جزيل الشكر والاحترام. ممنون جزيل الشكر.